اسمها حاج توفيق. المحل ده بقاله 100 سنة واتنين، 100 سنة إلا اتنين، وبنقدم جميع الأكل بتاع ده كأنك في البيت بالظبط. في عندنا بامية وملوخية وبطاطس وفاصوليا وشعرية بالشوربة ورز بالشعرية. ببدأ الشغل من الساعة 8 لساعة 8. أنا الأول باجي الصبح على طول، ببدأ باجي الصبح، أول ما أجي الصبح ما أتوضأ وأصلي، وأنا أبدأ المصحف، أبدأ فيه ورد باخده أقراه، وبعد ما أقراه أتوكل على الله، أبشر الخضار، بجيب الخضار من السوق ونغسله غسلة كويسة ونبدأ نوضبه عشان يجهز للطبيخ. أنا اتعلمت منه الصبر والإنسان يتقي ربنا، واللي يتقي ربنا ربنا ينوره طريقه. لا هو زي زمان بالظبط، احنا على طريق زمان، وهو دوت اللي نجحنا. انما لو على طريق دلوقتي، لا كان زمان كلنا مثلا بنطبخ بالليه، احنا بنطبخ بالليه، دلوقتي بيطبخوا باي حاجه. ما في عندنا هنا بنتقي ربنا، عندنا لحمه ضاني. انا ايام ما كنت في الجيش دخلت الحروب وتعلمت الصبر وتعلمت كل حاجه، وعديت الحرب 73 وعدينا والحمد لله وربنا اكرمنا. عشان كده في صبر، في عزيمه. فانا واخد ان ربنا يديني الصبر. انا عندي عزيمه ان اشتغل لغايه اخر يوم في عمري، ان شاء الله ربنا يوقف لنا اولادي حلال، واولادي متعلمين كلهم خريجين جامعات. عندي 5 خريج جامعات، عندي 5 اولاد دخلتهم الجامعه وعلمتهم المهنه وعلمتهم التعليم الحمد لله، وكلهم اتخرجوا. ياخدوا دلوقتي عندي واحد محاسب وواحد في كليه الترجمه، لا ترجمه عبري. نصيحه بقدم تنصيحه للشباب ان هو يكافح ويجتهد وربنا يديله الصحه، مش كل حاجه متوفره. يبدا من الاول، من جديد، يبدا من جديد، زي الارض بيهرسها ويعدلها ويديها حاجتها ان تطلع القدوه بتاعتها. وست بتاعتي حامله كلاب ربنا وحافظه كلام ربنا، كتاب ربنا، بتاديه في المعهد. اقول لها ربنا يكرمك وربنا يكرمك ويوسع عليك ويديك الصحه زي ما اكرمت اولادي. نفسي ان ربنا بقى نكملها بالحج بقى ونخلص، يعني تمام الحج ونخلص.